الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ها هو العيد أيها المشاهدون الكرام، هنا في رحاب المسجد الحرام. هنيئا لمن صابر وصبر وصلى وذكر. إنه موسم الجائزة، إنه فرحة العبد بعفو ربه وقربه منه، إنه يوم الاستبشار ببركة العبادة والطاعة. هنيئا لمن تلا كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. هنيئا لمن ناجاه واستغفره بالأسحار في موسم رمضان العظيم. هنيئا لمن رجا ربه ودعاه مستحضرا قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنيئا يا من صمتم وقمتم وخشعتم ودعوتم، هنيئا لكم، اليوم يوم الجائزة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العيد أيها المشاهدون الكرام في معناه الديني شكر لله على تمام العبادة،
وفرح بتمام هذا الموسم العظيم، شكر لا يقوله المؤمن بلسانه فحسب، بل يعتلج في قلبه وتبوح به سرائره رضا واطمئنانا وفرحا واستبشارا، تنبلج على محياه هذا الرضا والشكر، تنبلج في ابتسامة تفتر عنها الثغور، وفي سلام تحمله الأيدي، الكل عائد بفرحة تطل مشرقة على الشفاه والثغور، والسلام يملأ اليدين تشرق به المنى. والعيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغنى وضعف الفقر على محبة ورحمة وعدالة من وحي السماء، عنوانها الزكاة والإحسان والأخوة والمواساة والابتهاج والفرح والتهنئة، عنوانها كل عام وأنتم بخير. يتجلى العيد على الغني فيفرح به موسما للمواساة والحدب على مجتمعه، مواساة ضرب بها هذا المجتمع الإنساني العظيم في هذه البلاد الطاهرة أعظم الأمثلة. احتضنوا إخوانهم من كل حدب وصوب في هذه الرحاب الطاهرة، خدموهم وذللوا لهم أداء مناسكهم، وذللوا لهم كل الصعاب، احتووهم وخدموهم وفرحوا بمقدمهم، معنى إنساني ضرب به أهل هذا المكان أعظم الأمثلة، مواساة وأخوة ورعاية. في هذا المكان يشرف كل من فيه بأن الغرض هنا هو طاعة الله، الساكن يخدم الوافد ويطهر البيت اقتداء بمهمة خليل الله إبراهيم عليه السلام، إذ أمره الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هنا شهدنا خلال هذا الموسم العظيم وفي كل يوم وليلة على مدار العام أكف تمتد لترعى، وأكف تمتد لتمسح العناء عن قاصدي المسجد الحرام وعن قاصدي هذه البلاد الطاهرة، ويد تمتد عونا ومواساة وحدبا، ويد تمتد لتأسو الجراح وتقدم الدواء وترعى المريض. هنا تضرب أعظم أمثلة العطاء والفرح بالعطاء، هنا تضرب أعظم أمثلة الأخوة، كيف لا وهم ينهلون من منهل الهدى الذي جعله الله في هذه الأرض، كيف لا وهم ينهلون من منهل سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم قد سمعوا نبيهم وهو يقول: إن الله صلاة العيد أثابكم الله، صلاة العيد أثابكم الله. استووا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.